كيف انتم؟ كنتمنى كامل بكم تكونوا على خير وبخير. قبل ما نبدا نقدم بريزونطاسيون ديال العقار الجديد اللي غادي نلونسيوه اليوم، كنبغي نشكر كاع المشاهدين، كاع الكليون فيديل ديالنا اللي كيعملوا لنا جيم واللي كيعلقوا لنا واللي كيبقاو مخلصين معنا كالعاده. وكنعاود نقول لكم حنا بكم كبارين ومرحبا بكم في اي وقت. لابارتمون ديال اليوم فين كتواجد؟ كتواجد في قزنايا. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش هذا المكان فين كيتواجد، كيتواجد في الدخله ديال طنجه من جهه ديال طريق الرباط. دونك قزنايا شنو كاين فيها؟ قزنايا فيها بزاف ديال لي بروجي اللي كيتبناو جداد، وتقدر تقول هذا الموقع هذا كامل كيتعاود من جديد. لا لي تونيل اللي عملوا هنايا جوج، لا لي بروجي اللي غادي يتحطوا هنايا، ولا المدينه الثقافيه اللي عاد غادي شنوها هنايا اللي غادي تبنى على مساحه كبيره وبزاف. لابارتمون ديالنا فين كتواجد؟ كتواجد في الطابق السادس، وطبعا ما ننساوش ان العماره فيها لاسانسور، سانديك، لي كاميرا سيرفيونس والعساس. تقدر تقولوا انها جات في ريزيدونس فيرمي محروس، كاين العساس مع الباب، كاين لي بارير ديالها. دونك كيف ما كتشوفوا فاتي كتوريكم لاسانسور باش كتاكد عليه، ولاسانسور طبعا بفيتشا اولا المود باس. اذا بلا ما نطول عليكم غنمشيو مباشره باش نشوفوا لابارتمون ديالنا كيفاش عامله من الداخل، المساحه ديالها شحال، الديزاين اللي اعتمدوا عليه، حيت كفكره لابارتمون تعاودات كاريمون، ماشي داكشي ديال الشركه، ما بقاش فيها نهائيا، لا من ناحيه ديال الصباغه، لا من ناحيه ديال الفراش، لا من ناحيه ديال الديزاين ديال السقف ولا ديال الزليج. هيا فاتي غادي ندولكم باش تشوفوا الفصاله اون جينيرال ديال لابارتمون. دونك هنايا كاين صالون كوزين امريكان، لاكسي للتراسه، في الجهه اخرى كنجبروا لي بيس كاملين اللي باقين ديال لابارتمون، حيت المساحه ديال لابارتمون هي 75 متر. كيف ما قلت لكم المساحه ديالها 75 متر، فيها 3 شومبر، فيها 2 سال دو بان، كيف ما قلت فيها واحد الدراسه كبيره، يعني لابارتمون كتبان لكم المساحه ديالها اكثر من ديك 75. مع الدخله ديال لابارتمون كاين هنا هاد المطعد، هاد الاسباس اللي هي خاويه نزلت فيها غير ديكوراسيون خفاف. بالنسبه للسقف راس السقف كامل ديال لابارتمون معاود، دونك اختارت انها تعمل بلافون في الدار كامله ديال القبض، وزوقته بهاد النوعيه ديال الخشب اللي كيجي نورمالمون في الوسط كيشعل بالضوء. من الناحيه ديال الباب اللي كاينه هنا، هاد الباب ماشي ديال الشركه، مولات لابارتمون هي اللي تولات الباب وشاتات الباب، هذه جديده كتكون امنه اكثر من ديال الشركه. دونك بالنسبه للناس اللي ساقسيوني واش لابارتمون كتباع بالفراش ولا خاويه، لابارتمون كتباع اسياتيف بالفراش. دونك هاد الفراش اللي غتشوفوه معنا كامل غيبقى لكم هنايا. فهاد الجهه هادي اعتمدت على البترينه ديال الخشب بيان ديكوري، ديزاين ديال عصري، يعني ما اعتمدتش على التقليدي. دونك هنا المطاع ديال التلفاز اللي هي غتبقى لكم هنايا، وفي الجهه المقابله كنجبروا هاد الكليسه هادي اللي هي عصريه ديال الجلد. دونك بالنسبه للناس اللي غادي يشريوها راه غيبقى لكم هاد التفريشات كيف ما كتشوفوهم. دونك كنجبروا جوج الفتيات كبارين، واحد الفتي صغير، وفي الوسط ديالهم طابله ديال الزاج من نوع الثقيل، والزربيه اللي كتوسط هذيك الطابله اللي جات عطات منظر مزيون لابارتمون. في الجهه هنايا من ناحيه ديال الصباغه اعتمدت على هاد النوعيه ديال الصباغه، كنظن هذه ياقوته. أتقرب لكم فاتي الكاميرا باش تبين لكم الصباغه شمن النوعيه ديالها، واختارت هاد الكولور ديال الصباغه باش كيجي موالم مع حتى الكولور اللي كاين في السقف ديال القبص، اللي اختارت ما بين الابيض والخشب قهوي، وعاد عملت له هاد الليد اللي هو في الزراق. دونك دورته بلي سبوت في القنات عطى منظر فريمون رائع، يعني انا لاحظت بانها كثرت من لي سبوت بزاف باش كتعطي اضاءه لابارتمون. خلاص لابارتمون اصلا ما احتاجش الاضاءه بزاف، علاش؟ حيت عندها واحد لاله مولاتي تراسه، لا من ناحيه ديال لاكويزين ولا من ناحيه ديال التراسه الثانيه اللي كاينه هنايا، كتدخل لكم الضوء، كتدخل لكم الشمس مهويه بالمزيان. هنايا اعتمدت على كوزين امريكان، خرجت على كل ما هو تقليدي واعتمدت على الكوزين الامريكانيه، دونك عطات منظر مزيان لابارتمون. حتى الفكره ديال الديزاين ديال لاكويزين جا فريمون رائع. استعملت هنايا الام دي اف ديال الخشب، دونك غنقرب لكم باش نوضح لكم اكثر. هنايا استعملت الام دي اف ديال الخشب ابيض باش كيجي موالم مع الكولور ديال لابارتمون، خلات الموطع ديال لوب، الموطع ديال البوطه اونكاستخي. هنايا عملت لي بلاكار
هنا خلات موطع ديال بوطه، خلات موطع ديال الميكرو اون، خلات موطع النبيره بحيث غتاخذوها بالفراش. ضروري ما غادي نقرب لكم لي مارك اللي اعتمدت عليهم. دونك هذه الماركه ديال الميكرو اون، هذه لا مارك ديال الفران. انا ملاحظ انها نفس الماركه اللي في لي ماشين كاملين. هنا النبيره اللي جات حتى هي موطع ديالها اون كاسخي فوسط هاد الكوزين ايكيبي. من ناحيه اخرى لاحظت بانها اعتمدت حتى على لابادوره، حتى هي عملتها اون كاسخي مع لورنيه، ولا مارك ديالها هي سيرا. كما قلت لكم كنرجع ناكد حيت غتاخذوها بالفراش، راه ضروري ما غادي نقرب لكم الكاميرا باش تشوفوا الكاليتي ديال لي ماشين اللي كاينين هنايا، لي مارك اللي اعتمدت عليهم، والمرمول اللي كيف ما شفتوها صورات لكم فاتي، هذا المرمول راه من النوعيه الرائعه. وخلاص هنايا عملت هاد اللورنيه هذه اللي جات في الوسط، اللي حتى هي فكره ديالها ممتازه. فريمون كنضربوا تحيه لمولات لابارتمون على هذا الذوق هذا، على هذا الديزاين هذا اللي توفقات فيه، وحتى لي كولور اللي اعتمدت عليهم كنقولوا لها برافو ليك. دونك هنايا كاين هاد لي بلاكار جوج ستيتوين، كنظن هنا ما كاينش لي بلاكار، لا لي بلاكار دونك كاينين غير هنا. فكره ممتازه بالنسبه للناس اللي اتبغي مثلا تعمل صالا مونجي في الكوزينه، هذه كافيه تقدر تعمل لها كراسه وتجلس هنايا تفطر اولا تقضي شغلاتك. بالنسبه للمنظر اللي كطلع عليه لابارتمون، غير باش نقرب لكم المنظر اللي كاين هنا، نورمالمون كان بالكون هي دخلته، ولكن عملت الطاقه من القنط حتى للقنط، دونك راه طاقه كبيره. وهذا هو المنظر اللي كطلع عليه لابارتمون، فريمون منظر رائع كطلع لك زنايا كامله. اذا هذه هي الاطلاله اللي كطلع عليها لابارتمون ديالنا، اطلاله فريمون رائعه كطلع على كزنايا كامله، وكطلع على لي زيسباس فيغ اللي كاينين في كزنايا. دونك بلا ما نزيد نطول عليكم، هذا الباب راه كدخل للتراسه، ولكن ما ندخلولهش دابا علاش، حتى نمشيو نكتشفوا لي بيس اخرين اللي كاينين في لابارتمون ديالنا. نذكر المشاهدين ديالنا وان لابارتمون فين كتواجد، كتواجد في كزنايا. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفش هذا الموطع فين جا، الموطع جا في الداخله ديال طنجه من الجهه ديال طريق الرباط، قريب البخالف، قريب الزياتن، قريب ملعب بن بطوطه، قريب المجمع الحسني، وقريب اسواق السلام، وقريب حتى اتقدم. دونك هنايا كاين لاصال دوفان الاولى اللي كاينه هنايا، هذه دوتشا خلاتها هيدا، اعتمدت على النوعيه ديال الزليج بياض، الزليج قهوي زوقت به الزليج بياض. من ناحيه ديال الارضيه اعتمدت على هذا النوع ديال الزليج اللي هو في الباج، وخلات البلافون ديال القبص الفوقي، وعملت له لي سبوت في الكلوار. كيف ما كتشوفوا الكلوار ديالنا نفس النوعيه ديال الصباغه اللي كاينه في وسط لابارتمون كامله، يعني اختارت هذا النوع ديال الصباغه اللي كيف ما قلت لكم يمكن خيال يمكن ياقوته، ما كرهتش المشاهدين ديالنا يصحوا لي نوعيه الصباغه في التعليقات. دونك بالنسبه للسقف اعتمدت على هذا النوع ديال البلافون اللي تا هو وسطاتو بهاد النوعيه ديال الخشب، ودورته باللد الزرق. هنا ندخلو نشوفو لاصال دابا الثانيه اللي كاينه في هاد لابارتمون، هادي اللي حتى هي عودتها كامله كيف ما شفتو في الارضيه، كيف ما صورت لكم فاتيره كاين الباركي هنايا. اعتمدت على هاد النوعيه ديال الدوتشا اللي هي نوعيه عصريه جديده، الكاليتي ديالها ممتازه. عملت هاد النوعيه ديال الزليج، اختارت هنا جوج الانواع ديال الزليج، الزليج اللي هو كيجي مزوق، وعاد الزليج اللي في الجناب كيكون سامبل. حتى هو هنايا كاين القبص، كاين لي سبوت لي نورمالمون راه سامبل ومزيون، وما كاينش طاقة تهوية وحدة، كاين جوج ديال الطاقات التهوية. في الجهة المقابلة كاين هاد لي ماتيريال تانيتا، كاين هاد لابابو اللي هو عصري، يعني هذا راه باين الثمن ديالو طالع مرتفع. هنايا كاين بلاكا اللي تنزل فيه لي ماتيريال ديالك اخرين. بالنسبة للمراية كاين هاد المراية اللي كتشعل بالبصمة، يعني هذه راه غادي تبقى لكم هنايا. دونك بارك عليكم من هاد الطواليط، غنمشيو مباشره للبيت ديال الكلاس. هذه الغرفه رقم واحد، ندخلوا الغرفه رقم واحد اللي كاينه في هاد لابارتمون. هذه المساحه ديالها غير تصور لكم فاتي، مساحه كافيه انك تنزل فيها بيد الكلاس. هي كيف ما اخترت انها نزلت فيها بيد الكلاس، ثلاثه ديال المضربات بالكتاره ديالهم، الارضيه الباركي نيت يعني باركي، ولكن مختلف ديال الطواليت. وي هذا باركي من اخر، هذا باللي قهوي مغلق اخر كان قهوي مفتوح. بالنسبه للسقف اعتمدت على هذا البلافون ديال القبص، يعني ميم تيم، انا لما بدي نفس التيم اللي كاين في لابارتمون كاملين، بياض الخشب في القهوي اولا في الكحل لي سبوت، غير هو الزواق اللي كاين مبدل، والزواق ماشي تقليدي، الزواق اللي كاين في لابارتمون كامل عصري. دونك دوراتو بالليد، لما بدي هنا كاين الليد، هنايا اخترت انها تعمل الليد مدور في الزرق، عاوتاني نفس الليد اللي كاين في لابارتمون. والجهه اخرى اختارت انها تخليها بيضه
كامله والدوره بلي سبوت. هذا الفراش هذا اللي شفتوه ديال البيت الكلاص حتى هو غيبقى فراش مقطع ما حتى حاجه وباقي نقي. هنايا انا قلت لكم هذه التراسه رقم 2 حيت كاين ديك التراسه اللي كاينه في الكوزينه كاينه التراسه هذه اللي كاينه هنايا وعندها جوج لاكسيز عندها لاكسي من الكوزينه وعندها لاكسي من هذا البيت الكلاص. هذا اختارت انها ما تخليهاش كيف ما عطوها لها الشركه عملت هذا الباركي هذا اللي كاين التراسه التاحيز جوده رائعه. اختارت انها تعمل هذا النوعيه ديال هذا ماشي زليج هذا راه حجر يعني راه ما كاينش لا تخاص ديال الزليج هذا حجر وفريمون عطى منظر رائع رائع بامتياز. وبما انها كانت عندها تراسه كبيره اختارت انها تقسمها على جوج وتخرج منها شومبر ثانيه اللي غندخلوا لها عملت الباب ديال الالومنيوم كحله وندخلوا لها فاتي غتسوى لكم المساحه ديال لا جومبر مساحه كافيه انها نزلت فيها جوج ديال الكيمان فارقين بلي هذا البيت ديال البنات بما انه في الغوز. اختارت انها فعوت التراسه متسقفه بالالومنيوم متسقفتها بالخشب خلاتها كفيراندا. بالنسبه للضوء اختارت انها تعمل بومبيه تما سامبل مزيونه فريمون مزيونه فكره. انا عجبتني الفكره ديال التراسه انها قسماتها وخرجت منها بيت النعاس يعني وعملت هنايا الطبقات يعني دورتها كامله. وتا هاد المطاع هذا راه فيه الطاقه اللي كتطلع على نفس الواجهه اللي قلت لكم في الاول ديال لا كويزين. ودابا غنمشيو نكتشفوا معنا لا شوم برينسيبال ديال لي بارون كيفاش عامله الديزاين اللي فيها شنو الفرجه. بالنسبه للناس اللي كتبغي تشوفنا اكسكلوزيف وحصريا قبل ما ننزلوا في لاشين ديال افيتو طونجي برينسيبال تقدروا تشوفونا في الانستغرام يعني كنزل لكم سكرين شوت هنا فيها اليوزر نيم ديال الانستغرام تما فولوونا وراه كنزلو ستوريز ريلز كيكونوا حصريا تقدروا تزوروا لي زابارتمون ولا البرودكت اللي كنزلو قبل ما يتنزلو في لاشين يوتيوب. ما عرفتوش كاين اللينات في الديسكريبسيون تما غادي تجبروا اللين ديال لاباج الفيسبوك اللين ديال لاباج انستغرام. ما عرفتوش هاد السيد يدخل علينا غير في الواتساب حنا كنعطيكم معلومات على العقارات اللي كطلبونا اولا عصردونا غير البيجي وحنا كنعطيكم لي زابارتمون اللي باقي كاينين. ودابا غنشوفوا لا شومبر برينسيبال اللي كاينه هنا غادي ندخلوا نكتشفوا لا شومبر برينسيبال ولا ديال لي بارون ديال الوالدين اللي كاينه هنا. المساحه ديال لا شومبر ديالنا هي هذه اي كتصور لكم فاتيل مساحه فريمون كبيره لدرجه انهم استعملوا فيها كاما دوبل جوج كوكيتات او كاما دوبل ماشي اي كاما دوبل يعني كاما دوبل اللي هي كبيره جوج كوكيتات اللي كيكونوا في الجناب. هاد الناحيه هذه كاينه هاد اللعبه بلاكار اللي كاين هنا فيه ثلاثه ديال المجوره كبارين وكاينه الطاقه ديال لا شومبر اللي كطل على لا هذه كطل على باتيو وي فاتي تصور من الاطلاله يعني هاد الجهه كطل على باتيو واخا كطل على باتيو الشمس داخله بالمزيان كتشوفوا لا شومبر عندنا مضويه. الناحيه ديال السقف اعتمدوا على هاد النوعيه ديال القبص اللي كاينه هنا اخترت انها تعمل بلافون مغاير اللي كاين في لابارتمون كامله دونك بلافون هنا كان شويه رومانتيك. اختارت لي كولور روج والليد الزرق لي سبوت في الجناب باختصار مفيد والماريو حتى هو صبغاتو في الاحمر وخلاتو في وسط الحيط. هذا راه مبني في وسط الحيط ديال الالومنيوم ما فيهش باب وحده فيه ثلاثه حيث من القنت حتى للقنت وفيه هاد الطبقات هادو يعني كنظن هادي فعوط الحوايج كنظن لي ماتيريال ديال النساء وديال الرجال. وكاين هاد التلفازه هادي اللي في الجهه المقابله دونك بالنسبه للناس اللي غياخذوها بالفراش كيف ما شفتوا لا شومبر ديالنا راه غادي تبقى لكم بياسه بياسه فتفريشه بتفريشه. ودابا نمشي معكم باش نساليو الفيديو ديالنا خوتي خواتاتي. بعد ما اكتشفنا لابارتمون ديالنا المساحه ديالنا اللي هي 75 متر ديزاين اللي كاين هنا لابارتمون كتبع مفرشه فيها كوزين امريكان ديزاين اللي هو عصري 2021 2022 لابارتمون باقا نقيه جديده كتواجد في كزنايا. غنمشي مباشره معكم للصالون باش نعطيكم اخر المعلومات ونسالي معكم هذا الفيديو هذا ونعطيكم الثمن النهائي اللي كتباع به هاد الشقه هذه. لابارتمون ديالنا كتباع اسيادي ثمنها وغادي تجبروه مكتوب لتحت سواء بالدرهم سواء بالسنتيم باش الناس اللي كتبغي تحول العمله غادي تجبر باش تحول. بالنسبه للناس اللي بغاو يسقسيونا على هذا العقار ما عليكم غير تعيطوا لنا في الارقام اللي كاينين في اعلى الشاشه وحنا ان شاء الله غنجيب لكم تفيزيتيو هذا لابارتمون هذه. بغيتو تسقسيو على هذا العقار ولا اي عقار كتشوفوه في القناه